السؤال الثالث: سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشرط الأول الذي ذكرته، وهو أن يكون أمرك ونهيك مؤثر على نحو سقوط الواجب فيكون العمل به محرما، أم على نحو الكراهة، أم ماذا؟ وهل كل ما كان ليس واجبا كان القيام به حراما؟ لا، هاي مثل إذا حللتم فاصطادوا. نعم، الحج وكان سبيل مثال. نعم، الشرح والتوضيح: حال الحج يحرم الصيد، نعم، لكن إذا حل يحل خمص الواجب، نعم، يصير مباح. مباح، نعم. وإذا حللتم فاصطادوا تدل على الإباحة هنا. أنا يقولوا لي فكذلك في الأمر بالمعروف، بس بالعكس لو صح التعبير. الشيء المحرم إذا تحول إلى، إذا ارتفع سبب تحريمه مثلا، يكون شنو؟ مباح. أول ما مباح، نعم، ما يتحول من محرم إلى واجب. لا، واجب. عند مكروه، عند مستحب، عند واجب. خو ما يعبر. عند مباح، عند مكروه، عند مستحب، عند واجب. واجب. نعم. فيتحول إلى أول مرحلة من مراحله. فماكو دليل على الكراهية، يتحول إلى شنو؟ مباح. الواجب والمستحب يحتاج إلى دليل. نعم. ولا دليل. هنا هم نقدر نقول أصلاً هذا الكلام كله خارجي، حيث أنه شنو؟ هذا وجود مانع من الشنو؟ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. ارتفع المانع، رجع شنو؟ الأمر على أمره. إذا كان ما قبل الحال واجب فيرجع واجب، إذا كان مستحب يرجع مستحب. نعم. حسب ما كانت المرحلة شنو؟ السابقة عن التحريم، عن أو عن وجود الشنو؟ نعم. المانع. نعم. كان يكون مثلا واجب تعييني أو واجب كفائي. نعم. وما شابه ذلك من التقسيمات الأخرى، لكنه محرم لعناوين ثانوية. ترى عناوين ثانوية، أفرضوا هذا اللي نقوله، تطبيقه بالخطأ مثلا. نعم. فيتسبب إلى شنو؟ تشويه سمعة المسلمين مثلا. نعم. فهذا قد يكون من هالناحية شنو؟ مخل بال بال بالورع، بالعدالة، بالكذا. نعم. وما شابه ذلك. إذن القيد الذي هو ليس مؤثر وليس بواجب يكون سفهيا، سفهيا. ولا يمكن العمل به، لا يمكن العمل به. إذن ليس كل ما كان ليس واجبا كان القيام به حرام. لا، ماكو شيء ملازم. قد يكون مكروه، قد يكون مستحب، قد يكون مباح. واحد من الأحكام الخمسة عموما، وإن كان هو حقيقة موجود سيدي، أكو حرام، أكو بس مو شرط. يعني مو شرط، ليس قد يصير وقد لا يصير، هو لا ينطبق على هذا الذي قلته. نعم. كشرط. إيه. نعم. السؤال الرابع: الشرط الثاني الذي ذكرته، وهو أن تكون متعظا على نحو الكلية أم الجزئية، أي هل من الممكن الأمر بالمعروف وإن لم تكن كله فاعلة، والنهي عن المنكر وإن لم تكن كله تاركة؟ شوف يا أيها الرجل المعلم غيره، هل كان لنفسك ذا التعليم؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا فعلت فأنت حكيم. حبيبي، يعني الإنسان الذي يوعظ الناس وهو غير متعظ أقرب للنفاق يكون. لأن هذا قلته بالخطبة، أنا يوعظ الناس ولا يتعظ، أي لا يوعظ نفسه، لا يمكن. هو أما أن يكون ما يقوله للناس حقا فيجب أن يتبع الحق، وأما أن لا يكون حقا فلا يجب أن شنو؟ يوعظ الناس به، بل يحرم، بل يحرم. أحسنت. فهو أما كاذب وأما غير متعظ، هو هم كاذب الغير المتعظ. وما كنت أنهاكم إلى ما أخالفكم عنه. هذه أمور شنو؟ إذا لم تكن شرعية فهي شنو؟ أخلاقية. نعم. معنوية، باطنية. نعم. فعليه شنو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر باستحباب صلاة الليل، أو لم يأمر بالليل بصلاة الليل استحبابا إلا بعد كونها عليه شنو؟ واجبة. واجبة. فالتزم بها وأوجبها بدليل آخر، الله سبحانه وتعالى أوجبه لأنه نبي، لأنه معصوم، فأمرنا بها. ولا لا يتصور أنه واحد يأمر بصلاة الليل وهو لا يصلي صلاة الليل مثلا. شتيش تأمر صلاة الليل وأنت ما تصلي؟ هذا شي يقول له بدل عقلك. لا أقلها أخلاقيا، إذا مو شرعيا ماكو هيجي. أنا جبت شرط شرعي، أنت تدرك أولا الخطبة مختصرة. نعم، مختصرة جدا. والشيء الثاني دائما أعطي شيء معنوي، هذا اللي أقسم. أنا أقول لك راح أعطي أشياء معنوية وأعطي أشياء شنو؟ ظاهرية. نعم. فبعض الأحيان أدمجها، ما أقسمها أنه هذا شيء معنوي هذا ظاهري. متداخلة. متداخلة فيما بينها. الشرط الأول وهو التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. يعني يسمعك المقابل. نعم.
ظاهري نعم. شرعي من احكام الشرعيه نعم. الظاهريه، اما هذا الثاني لا اخلاقي لا ماكو شيء نعم. بشروط بالرساله العمليه ما موجود بشروط نعم. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وانما هو اخلاقي. سيدي الان تجزم بانه الكل انه لازم انت اذا هيك نريد نحكيها بالعاميه يعني لازم انا كل الدرجات لو لا اقدر اتنازل عن تفسير باطل. استقلالي يسموه شلون الايه مثلا تفسرها استقلاليه عن الايه الثانيه نعم هذا العمل هم فسر استقلال مثلا أنت لا تكذب يمكن أن تأمر بعدم الكذب نعم. أنت لا تشرب الخمر فأنت تأمر بشرب الخمر مثلا يعني تأمر بعدم شرب الخمر تنهى وحدة الموضوع سيدي مثلا يعني الشخص اللي أنت مثلا يفرض تارك الصلاة أو ما ممكن الصلاة أنه ما تأمر أحسن الآن في مجال الصلاة أنت تقول أنه لا بأس ممكن أنه تأمر أما في لا تصوم وتأمر بالصوم مثلا تكذب وتأمر بالصديق مثلا ما ممكن إذن وحدة الموضوع في هذا ممكن ممكن بس طبعا كل ما زاد يصير رقيب وتكامل أكثر طبعاً الكامل المتكامل يمكن أن يأمر بكامل الأمور لو صح التعبير أفضل بكثير ومتكامل بعضاً يأمر بما هو شنو صح التعبير مثل المجتهد المتجزئ والمجتهد نعم. المجتهد نعم. الكامل نعم. نعم. وهكذا نعم. إذن هو الأفضل التكامل الكلي والتحصين الكلي والترك الحرام الكلي والأمر المعروف الكلي أحسن. ومن ثم الانتقال إلى الأمر بالمعروف أكيد. هذا الأفضل والأحسن والتفقه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب جدا حتى يطبق بصورة صحيحة